إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، بداية أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في بيته على غير أرحام بيننا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن لا يخرجنا من بيته وهو الكريم إلا وقد غفر لنا ورضي عنا وأعتقنا جميعا من النار. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أما بعد، هدايا رمضان، ذلك هو حديثنا اليوم، هدايا رمضان، هذا الشهر العظيم الذي دعونا الله تبارك وتعالى كثيرا أن يبلغنا إياه، وكان من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبلوا رمضان بستة أشهر يقولون اللهم بلغنا رمضان، ويودعونه بخمسة أشهر أو ستة أشهر يقولون اللهم تقبل منا رمضان، فكانت السنة كلها رمضان. قال صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في رمضان من الخير لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان. بماذا جاءنا رمضان؟ ما هي الهدايا المرتقبة في رمضان؟ لماذا نحن حريصين على أن ندرك هذا الشهر؟ وما زلت أقول فلنحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا الشهر الكريم، فهو شهر الرحمة، وهو شهر المغفرة، وهو شهر العتق من النيران. والله تبارك وتعالى منح الأمة، أمة الحبيب محمد أبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، منحها خيرات كثيرة. رمضان يا إخوة جاءكم بخير كثير، لماذا جئتنا يا رمضان؟ اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول أتاكم رمضان، أتاكم رمضان شهر رحمة يغشاكم الله فيه، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمات وينزل البركات وينزل السكينة، وينظر إلى تنافسكم في الخيرات، يعني ربنا ينظر إلينا في التنافس في الخيرات، في التساوي، في التسابق إلى الخيرات، وينظر إلى تنافسكم في الخيرات، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. يعني الإنسان ليدرك رمضان ولا تنزل عليه رحمة الله فهو إنسان شقي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا. يا أخي احنا في رمضان في شهر البركات والقرآن والصيام والتراويح، وأنت بعيد عن الموضوع ده خالص، وقتك الدنيا وقتك الشغل وقتك البزنس، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أعطيت أمتي، هكذا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، أعطيت أمتي، شوف الهدايا الربانية، أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة قبلها. الأولى ذكرتها في الجمعة الماضية، إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده ومن نظر الله إليه استحيا منه فلم يعذبه أبدا، وأما الثانية فإن الجنة تتزين من رمضان إلى رمضان، الجنة تتزين، تعمل تغيير في الحلي وتغيير في الحلى وتغيير في الأشكال والأنهار والزبرجد والياقوت، الجنة تتهيئ. يقول الله تبارك وتعالى لجنته يا جنتي تزيني لعبادي الصائمين، نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله، تزيني لعبادي الصائمين، الصائم يصوم 17 ساعة
وتعبان وعطشان شدة الحرارة ونصب وعمل وجوع وبذل. الجنة الله يناديها تزين العباد يا الصائمين، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا ونصبها إلى داري وكرامتي. ولا تهيئي، خلاص أوشك عباد الصائمين أن يستريحوا من تعب الدنيا. الدنيا لا قيمة لها، الدنيا والله سوف تنتهي، أيام لحظات تنتهي الدنيا وتذهب لتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا، تذهب لتدخل الجنة من باب الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان يا رب العالمين. تتزين الجنة من رمضان إلى رمضان، يقول الله تبارك وتعالى لها تزيني لعباد الصائمين، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وإن الشياطين لتقيد في هذا الشهر فلا يسلطها الله تبارك وتعالى على بني آدم، وكنا بقيد الشياطين فلا يسلطها على بني آدم. طبعا شياطين الجن وليس شياطين الإنس، شياطين الجن في رمضان لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف، أما شيطان الإنس موجود. والإخوة لا يتعجبوا من كلمة شيطان الإنس، هناك شيطان الإنس أو الله إيه وربي، الله قال في القرآن في سورة أنعام وسورة أعراف وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الايه الانس والجن. فيش وقدم الانس كمان، بالعكس شيطان الجن اسهل بكثير. اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمشي على طول، حتى ربنا قال ان شيطان الجن ضعيف، قال ايه؟ قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف، تقول اعوذ بالله من الشيطان يمشي الشيطان خلاص. لكن شيطان الانس ده ينفر لك بالليل والنهار ويزين الباطل ويغير الحقائق كما نرى في واقع الأمة، يسحر عقول الناس ويغيب الناس. التلفزيون شيطان الإنس، الإنترنت شيطان الإنس، الكذب الإعلامي شيطان الإنس. واحد يقول لي أنا بدي الإنترنت حرام عن الشيخ، لا ما قلتش كده، التلفزيون حرام عن الشيخ. احنا وصلنا بقى لنضج عقلي بقى مش هنقف على التفاهات دي، ما نقصدش هذا طبعا. لو كان الإنترنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أول واحد يكون له موقع على الإنترنت سيدنا رسول الله، يعني لو فيسبوك كان ايام النبي كان النبي عمل موقع. بس عايزين مش عاوزين نقف عند هذا. النبي تحدث عن التقدم التكنولوجي والحضاري وقال اطلبوا العلم ولا في الصين، مش كده؟ ليه قال الصين يعني؟ هي دي اللي كانت موجوده ساعتها يعني يسمعوا عنها، كانت بعيد ما كانش في امريكا ولا حد يسمع عن امريكا. فاللي انا بقصده ان الاسلام بيقول لنا في عندنا شياطين الانس دول مشكلتهم كبيره، اما شياطين الجن يعني مقدور عليهم زي ما بيقولوا، تقول اعوذ بالله مش طالبين من صالح. ايضا من بركات رمضان الله ينادي على جنته تتزين ويقيد سبحانه وتعالى الشياطين ويهيئ عباده لرحمته وبركاته. ايضا وخلوه فم الصائم اطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه من اجلي، الصيام لي وان اجلي به كما قال الله تبارك وتعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم. بركات رمضان اخلاص، رمضان يعظم فيه الاجر. الأجر في رمضان معظم، من تقرب إلى الله تبارك وتعالى في رمضان بخصلة من خصال الخير، يعني تعمل أي حاجة، تطلع مثلا خمسة دولار لله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. يعني لو عملت نافلة في رمضان تساوي فريضة في غير رمضان، ومن تقرب فيه بفريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، يكسر فيه الخير، يزداد فيه الأجر. أيضا رمضان يشفع للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي أنا منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي أنا منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. الصيام يشفعنا بالنهار والقرآن يشفعنا بالليل. لما تقرأ القرآن بالليل وتسهر مع صلاة التراويح بالليل أو صلاة التهجد أو صلاة الفجر أو صلاة العشاء، هذا يشفع لك أمام الله، وكذلك النهار يشفع لك بصيامه أمام الله سبحانه وتعالى. تعظيم الأجر فيه، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر ألا وهي ليلة القدر. وإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لجميع المسلمين، قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟
قال النبي له: إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لجميع المسلمين. قال: وهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن أرأيت إلى العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. أنت شغال آخر الشهر تأخذ الشكل بتاعك، هو كده آخر رمضان آخر ليلة تأخذ الشكل، إيه الشكل بتاعك؟ غفر الله لهم جميعا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده بقى جميل جدا، والحديث ده عظيم جدا جدا جدا، ربنا يجعلنا من أهل هذا الحديث. اسمع وركز معايا: لله كل ليلة عند الفطر عتقاء من النار. هذه رواية. والرواية الثانية: لله كل ليلة عند الفطر ألف ألف عتيق من النار. يعني ألف ألف عتيق؟ يعني مليون. وسيدنا رسول الله ما كانش يعرف لفظ مليون، وهذه اللفظة لم تكن مستعملة قديما، فقال ألف ألف يعني مليون. لله كل ليلة ألف ألف عتيق من النار عند الإفطار. الله، كل ليلة في مليون واحد ربنا بيعتقه من النار قبل الإفطار، ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. دي كل ليلة، كل ليلة من رمضان قبل الفطر وأنت بتدعي. ما يا ترى تفتكر نفسك؟ يا ترى إحنا وإحنا بنهيئ أولادنا كده قبل الإفطار وزوجاتنا كده وجالسين على الطعام والشراب، متخيلين هذا؟ أنت متخيل الطعام أمامك والشراب وبلش إفطار ربع ساعة أو 10 دقائق وأنت بتنظر ولا تأكل، وتدي درس لأولادك ولزوجتك ولنفسك وأنت تنظر. إن الله وملائكته يصلون على الصف في حضرة الطعام. ما تاكلش، أدب، أدب رباني. ما الذي منعك عن الطعام والشراب؟ أدب، التزام، استجابة، سمعنا وأطعنا في اللحظة دي وأنت بتدعي. أعرف إن في مليون واحد حيعتقوا من النار، يا ترى اسمك فيهم ولا لا؟ يا ترى اسم زوجتك فيهم ولا لا؟ أولادك؟ ده الفوز العظيم يا جماعة، هو ده الفوز العظيم والله. طب نكمل الحديث. لله كل ليلة ألف ألف عتيق من النار عند الفطر. يبقى كل ليلة 30 ليلة، في ألف ألف يبقى 30 إيه؟ 30 مليون في الشهر، خير كثير والله. طيب، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله فيها بمقدار ما أعتق طوال الشهر كله. آخر ليلة بادية. يبقى كل ليلة في مليون، وآخر ليلة في كمان 30 مليون. يبقى عندك 60 مليون مسلم بيعتقوا من النار في رمضان. السؤال اللي انا دايما اساله لنفسي: 60 مليون ربنا هيعتقهم من النار، انا مش واحد منهم؟ انت مش واحد منهم؟ ده الواحد يستحق يدخل جهنم. 60 مليون هيدخلوا الجنه بلا حساب ولا عذاب. احنا نشوف ازاي خير كتير جدا، كثر خير الله. ده مش 3000 ولا 60000، 60 مليون كثر خير الله وطاب. أين أنت من هؤلاء؟ يبقى لازم لا يمر رمضان إلا وقد أعتقك الله من النار. ولذلك قلنا شعارنا في رمضان: لن يسبقني إلى الله أحد. المسارعة، المنافسة، إنك تجتهد في العبادة، تجتهد في الطاعة. كم مرة ستقرأ القرآن؟ القرآن يشفع للعبد يوم القيامة، لكن يشفع للي قرأه. يا أخي أضعف الإيمان كل يوم جزء أو جزئين، يعني اقرأ القرآن ساعة أعطاك الله يعني 24 ساعة، اقرأ ساعة واحدة القرآن الكريم، ساعة تقرأ فيها جزئين، يبقى هتختم القرآن إن شاء الله مرتين في الشهر الكريم. والقرآن شوف فيه كم آية، وكل آية فيها كم كلمة، وكل كلمة فيها كم حرف. وألف لام ميم ليست حرفا واحدا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة وتضاعف إلى 700 ضعف. فإذا كان في رمضان ضاعف أكثر من 70 مع 700 أجر عظيم. سعزل اللي يقرأ. ولذلك حبيبة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحفزنا بقى، فدي تحفيزات، إن أنت في بداية الشهر الكريم تجتهد في العبادة. يقول: من صان، اللي حفظ يعني حفظ نفسه، من صان سمعه وبصره في رمضان. ركز الحديث الجميل ده، من صان، حديث ذكره الأستاذ عبد الله العفيفي في كتاب طه عبد الله العفيفي في كتاب وصايا الرسول، قال: من صان سمعه وبصره في رمضان فلم يشرب فيه مسكرا ولم يرتكب فيه خطيئة، عملش كبائر، ولم يرمي مسلما بمهتان. ثاني كده،
من صان سمعه وبصره في رمضان فلم يشرب فيه ايه مسكرا ولم يرتكب فيه خطيئه يعني كبيره ولم يرمي مسلم ببهتان يحصل ايه زوجه الله كل ليله في الجنه بمئة من الحور العين زوجه الله كل ليله بمئة من الحور العين ركز وبنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنه او قصرا في الجنه من ذهب وياقوت وزبرجد لو ان الدنيا جمعت كلها ووضعت في هذا القصر لم تساوي مربط عنز احدكم في الدنيا شوف تشبيه جميل اللي يصون سمعه اما متوصي ما يسمعش الحرام وبصره ما يشوفش الحرام متوصي ازاي اخويا انت عارف الكلام ده مش احنا عارفين رب صائم لا ينال من صيامه الا الايه الجوع والعطش ورب قائم لا ينال من قيامه الا التعب والسهر انت صايم عن ايه تبعد عن الحرام طيب كويس خلاص اللي يمنع سمعه وبصره ولسانه عن الحرام وما يرتكبش المنكرات في رمضان الله سبحانه وتعالى بعد ان يزوجه مئة من الحور العين يبني له قصرا في الجنه شكله القصر ده يعني زي مثلا كده قصر اللي زي مثلا ولا زي البيت الابيض لا البيت الابيض والبيت الاحمر شوف ركز كده قصرا في الجنه لو الدنيا روح تعال ادخل على الفيسبوك كده يجيب لك مش هقول لك شلالات مش عارف ايه مش عارف حدائق لبنان مش عارف قصور ايه كلام زي كده وتشوفها تنبهر ومرضى عينيك تتسع كده هذا ما اعده البشر للبشر فكيف ما اعده رب البشر للبشر كلام ده صنعه البشر في واحد مهندس يعمل لك كده حمام سباحه وبكيارد بشكل معين ودول نظام فيلا ومش عارف ده بشر المهندس ده عمل ايه المهندس يعني بشر عقله هذا صنع البشر للبشر فكيف بصنع الله هذا خلق الله فأعطوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين عشان كده ايه رب يقول لك ايه لو جمعت الدنيا كلها في القصر بتاعك في الجنه لم تساوي المربط عندي حتى مش مربط جمل مربط العنزي العنزي الصغيره دي لم تساوي مربط عنزي احدكم في الدنيا كسر خير الله وطار هذا شهر رمضان يا اخوه شهر الحماه شهر البركات من فطر فيه صائما من حصير الحديد من فطر فيه صائما لو انت فطرت صائم يحصل ايه؟ كان مغفره لذنوبه كل الذنوب مره بتكلم الحديث في واحد قال لي يعني معقول يعني المصريين عندهم حته كده يعني بجد ممكن يعني فطر واحد صائم يغفر لي كل الذنوب يا اخي انت عندك شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما يغفر ثلاث اشياء كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجورهم شيء فالصحابة له أجر عظيم قالوا يا رسول الله ليس كلنا يستطيع أن يفطر الصائم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي ذلك الأجر لمن فطر صائما عليه على تمر مش كده؟ على تمر أو على شربة ماء أو على مزقة لبن كثر خير الله وطاب أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وبعد الجزاء من جنس العمل فمن ظمأ في الدنيا سقاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم صلى الله عليه وسلم إذ رأيت رجلا من أمتي يأتي إلى الحوض فيمنع واحد النبي شاف واحد من امته ياتي الى الحوض ليشرب فيمنع عن الحوض فاذا به جاءه الصيام فسقاه وارواه واحد من راح يشرب من حوض النبي فمنع من الحوض فجاء الصيام فسقاه وارواه لانك عطشت في الدنيا فيسقيك الله تبارك وتعالى من جنته يوم القيامه يا اخوه كما قال صلى الله عليه وسلم ان في الجنه اللي مش عارف قيمه رمضان مش عارف قيمه الصيام اسمع الحديث هذا ان في الجنه غرفا يعني حجر في الجنة
يرى ظاهرها من باطنها، يعني حجر شفافة ترى في الخارج ترى وانت في الداخل ترى ما بخارجها، الجدار شفاف وانت داخل الحجر ترى ما بخارجها. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. قيل لمن هذه يا رسول الله؟ لمين الحجر دي؟ قاعد في المكان بتاعك متكئ كده ترى الناس وترى الشوارع. قال هذه لمن طيب الكلام. طيب الكلام يعني اسلوبه كويس، يعني لسانه عام، يعني لا يقول الا خيرا، يعني يقول للناس الخير، يعني منع شره عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني لم يستعمل قول الزور في رمضان. من لم يدع قول الزور، يعني شهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. قيل لمن هذه يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام وأداب الصيام وصلى بالليل والناس نيام. الحجر دي مين؟ لها دم. ايه الدم بتاعها؟ لمن طيب الكلام، خلي اسلوبك عدل مع الناس خصوصا في رمضان. وأدام الصيام، استمر على صيامه في رمضان يكمل شهره الكريم، وصلى بالليل والناس نيام. إخوة هذه قضية نحتاج أن نجتهد في بداية هذا الشهر الكريم في العبادة، نحتاج أن نسارع، نحتاج أن نتوب توبة صادقة وأوبة حقيقية ونحن ما زلنا في بداية الشهر، لسه النهارده ثلاثة من شهر رمضان العظيم، والأيام سرعان ما تنتهي. توبة صادقة كما قلت، تخلية قبل التحلية. تخلية يعني تنظف قلبك وتنظف بدنك قبل التحلية. الطبيب لما يكون عندك جرح بيمسك الجرح ينظفه ويحط عليه مطهرات ويغسله كويس، وبعد كده يحط فيه الايه؟ العلاج، حتى يكون المداواة على نظافة. لكن يأتي بالعلاج يضع فوق الجرح هكذا ملوثا فما يزداد إلا ألما ومرضا. كذلك المسلم يدخل عليه رمضان يجب الطاعات على الذنوب على المعاصي الصيام على الغيبة، ما ينفعش، لازم تتوب توبة صادقة. النهارده قبل الإفطار تبدأ ترتب نفسك توبة صادقة حتى يتوب الله على كل ما حدث، ومهما عظم الذنب فالله أعظم، ومهما كثرت المعاصي فرحمة الله أوسع ورحمتي وسعت كل شيء. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال جاءتني امرأة تسألني، وأبو هريرة كان يستفتى الناس بيسألوا يعني، جاءتني امرأة تسألني يا أبا هريرة لقد ارتكبت الحرام ووضعت وقتلت، يعني ارتكبت الحرام، ربنا يحفظنا ويحفظ مسائل المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين يا رب العالمين، ارتكبت الحرام ووضعت حملها وقتلته، ثلاث مصائب. فقالت هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة ولا كرامة، يعني لا لك توبة ولا لك كرامة عند الله سبحانه وتعالى. ارتكاب الفاحشة ووضع وقتل لا توبة لك ولا كرامة. فانصرفت حزينة. ثم أتى أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاءتني امرأة تسألني أنها فعلت كذا وكذا وقتلت، فقلت لا توبة لك ولا كرامة. فقال النبي أما قرأت عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لا يقتلون ولا يزنون. طب لو حصل ما عملوا كده؟ احنا بشر، وقعت في الخطأ وعملت. والله شيخنا يا ما عملنا زمان من 20 سنة غصب عننا، ما كناش بنسمع، الشهوات كانت أكثر مننا، البلد ما كانش فيها مساجد، ما كانش فيه دعاء، ما حدش مد بإيدينا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اللي يعمل كده ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا مين؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله الله، مش يغفر لها، يعمل ايه؟
يبدل سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك حبيبك النبي صلى الله عليه سأل الصحابة في يوم قال أيكم أكثر حسنات؟ مين أكثر واحد فيكم حسنات؟ لو أنا سألت حضراتكم مين أكثر واحد حسنات تقدر تفعيلها؟ لا تستطيع، ما تعرفش، حدش عارف مين أكثر حسنات، الله أعلم. لكن سيدنا عمر قال أنا يا رسول الله رضي الله عن عمر، قال أنا أكثرهم حسنات. قال النبي كيف؟ قال لأنني كنت في الجاهلية أكثرهم سيئات، فما تركت شيئا من الحرام إلا وفعلت، ثم تبت وأسلمت. والله يقول فأولئك يبدل الله إيه؟ سيئات حسنات. إذا أنا أكثرهم. قال النبي نعم أنت أكثرهم يا رب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعن الله عنك آمين. وفقنا لما تحب وترضى. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، اجعل افتراقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وتوفنا وانت راض عنا. نسألك رزقا حلالا واسعا، نسألك توبة صادقة، نسألك يقينا صادقا، نسألك عملا متقبلا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا دينا الا قضيت، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا ظالما الا قصمته، ولا قاتلا للمسلمين الا قصمته، ولا قاتلا للمسلمين الا قتلته، ولا عاصيا الا هديته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم اجمع كلمة المسلمين، واحكم دماء المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك الصالحين، فك الحصار عن المحاصرين، فك الحصار عن المحاصرين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تسلط المسلمين على بعضهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا يا أكرم الأكرمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاه. اللهم نجي بلاد المسلمين من أنياب المجرمين. اللهم نجي بلاد المسلمين من أنياب الظالمين. اللهم نجي بلاد المسلمين ومقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء. اللهم أبرم لأمتنا إبرام خير يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم لا توقع علينا ظلما من عبادك يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم اكتبنا قبل الإفطار من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا قبل الإفطار من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا قبل الإفطار من عتقائك من النار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.